المسيح أحبائي كان يجول بيصنع خير في كل مكان، كان بعلم، ولأنه تعاليمه سامية وتعاليمه متفوقة الناس نسيت حالها، مشيت ورا المسيح بدون أكل وشرب لثلاث أيام، حتى التلاميذ اعترضوا وقالوا اصرف الجموع. قال يسوع أعطوهم ليأكلوا، فطبعا ما كانش في الكفاية فاتكأوا. والرب يسوع صنع عدة معجزات، أشبع 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد، يعني الإحصائية بتقول حوالي 20,000 شخص من 5 أرغفة وسمكتين، والمرة الثانية أشبع 4,000 رجل ما عدا النساء والأولاد. ومرة اهتم باحتياجات بطرس، لازم يدفع ضريبة الهيكل، فطلب أنه يروح يصطاد سمكة، وفي داخل فم السمكة كان في إصدار، كان في عملة اللي دفع فيها الضريبة. فمنشوف حتى اهتمام الرب يسوع المسيح في أصغر وأبسط الأمور.